خلونا نروح نشوف شلون تفاعل الشارع والمواطن العراقي مع استطلاع حلقتنا لهذا اليوم. مشاهدينا استطلعنا يقول بعد قرار الصدر حول سرايا السلام، هل سينجح السوداني في حصر السلاح او سلاح الفصائل بيد الدوله؟ استاذ ياسين 88% يقولوا لا لن ينجح. انت ما سالتنا بدايه البرنامج يعني ما سالت حتى اخذ تعليقك بعدين. لا هي طبعا وارده، و88 يعني اكيد يعني 89 اني؟ ايه؟ لا 90 مو ليش اثنين؟ طيب دكتور غالب الدعمي، هل النتيجة متشائمة انه 88% من المشاركين بهذا الاستطلاع يعتقدون انه السيد السوداني لن ينجح بحصر السلاح بيد الدولة؟ والله شوف السوداني والقبلة والبعدة اذا ما يتغير مزاج الدولة لو يجي 100 سنة بعد من الان ما يقدر يحصرون سلاح غير لا ينتمي للدولة بيد الدولة. وهذا الكلام أنا شخصيا نقول لن تنجح دولة عراقية بدون حصر السلاح بيد السيد رئيس القائد العام للقوات المسلحة، ولمصلحتنا جميعا، لمصلحتنا كعراقيين أن يتم حصر السلاح تحديدا بيد القائد العام ولا تتحرك قطعة واحدة بدون أمره. طيب أستاذ علي فضل الله، 88 نسبة عالية، لكن أستاذ علي البارحة وزير الداخلية يقول نحتاج من 5 إلى 10 سنوات حتى نحصر السلاح بيد الدولة، وهذا بحد ذاته هو فشل يسجل على وزير الداخلية عندما يتحدث عن 10 سنين، هو يعرف أنه هو باقي بعد سنتين. ولا أحسن حال. أعتقد حصر السلاح بيد الدولة هو السلاح الأمريكي الذي يستهدف المؤسسة الأمنية، هو هذا المراد. أما إذا كان مرادك ومراد المعد أو ما يدور في خلد الضيوف، عمي هم قابلين أستاذ علي، أستاذ علي والله خارج سلطة الدولة. أذكر حضرتك، حضرتك أنه الدولة انهارت 2014 وهذا السلاح هو اللي رجع الدولة العراقية على الخارطة، هو اللي حفظ هيبة الدولة العراقية وقال للبرلمان العراقي هاكم الدولة اللي ضيعتوها بعد 3 سنوات بعد ما أعطى آلاف الشهداء والجرحى. لذلك أنا أعتقد الجمهور، وأنا أكرر الجمهور، أصبح واعي ويدرك من هو الذي يملك السلاح والذي يحركه ضد الدولة العراقية. يعني سلاح الفصائل أستاذ علي، هسه خلي أبدأ وياك بس بهاي نقطة أنه السلاح الأمريكي سلاح منفرد. نعم. إحنا هم مع حصرة يا ريت، بس يا ريت تدبروها، يعني السفيرة يا ريت تدبرها إذا شيعة يعصفون خارج السرب الجماعة الكرد والجماعة السنة الموضوع ده يقول لك أريد القوات الأمريكية تبقى على، فقطعا راح يكون اكو ضعف في موضوع اخراج القوات الامريكيه، فقط المكون السياسي الشيعي، وقد يكون مو كله ايضا في هذا الموضوع، لكن الغالب العام من الشيعه يطالبون باخراج القوات الامريكيه، لكن ارجع للاخوه السنه والاخوه الكرد يقول لك اريد القوات الامريكيه تقابل العراق. تعرف ليش؟ بالعكس الان كثير من المحللين بداوا يهللون يستبشرون بوجود القوات الامريكيه وكانه الفرج الالهي نزل والسلاح يرد القوات الامريكيه، مع العلم انه يصون هذه الحكومه حكومة أمريكية. أنا أعتقد هذه الأحداث كشفت الزيف الإعلامي الفاضح الأعور الذي يتعامل بازدواجية مع القضايا السيادية ويحول العدو إلى صديق وصديق الأعداء. بالضبط، كشفت زيف الادعاءات الحكومية بوجود إنجازات عمي استهدف كاظم لا تحصى، كان يصور لنا أفلام هوليودية. بالضبط، من اللي استهدف؟ سيد محمد الشعب السوداني هم ما مقصر، كفيلك الله هم ما مقصر. يعني مع الأسف أنا من الناس اللي كنت أتفائل خير بيها أول 6 أشهر انطيته مجال وقلت يلا وخلينا ندعمه، والرجل شخصية عراقية من الداخل وكنا متفائلين وهو من الشخصيات صاحب اليد النظيفة، لكن مع الأسف يعني خيب آماننا بفشل واضح خلال السنة الأولى. عموما أستاذ علي شكرا لك، أنا أشكرك أستاذ علي فضل الله الباحث